شر الشيطان الغوي الرجيم. إن أفضل الذكر عند الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الأئمة والمهدين من ولده الطاهرين الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بقناة المنقذ العالمي وبالكادر الفني الذي يديرها، ونسأل الله سبحانه عز وجل في هذا الشهر المبارك أن يتقبل دعاءنا بالنجاح لهذه القناة وللذين يديرونها من كادر وعمال في هذه القناة لنصرة الله سبحانه عز وجل ورفع كلمته العليا في الأرض وتبليغ الحقيقة لجميع من يريد أن يطلب الحقيقة في هذه الدنيا ليسعى سعيه وينقذ نفسه من هلكات النار ويذهب إلى الله سبحانه عز وجل في هذا الشهر ويكون من أنصار الإمام ولو بكلمة أو شهادة أو رؤية. وأحب أن أشهد لمولاي أحمد الحسن سلام الله عليه ونفسي له الفداء بشهادة كانت من أعتبرها من أعظم الشهادات التي رأيتها في عالم الملكوت والتي أبلغت بها من الله سبحانه عز وجل وله المن والفضل سبحانه عز وجل. وهذه الشهادة كانت قبل دخولي إلى الدعوة وتحققت في أثناء دخولي إلى الدعوة بفترة قليلة، وهي رؤيتي للإمام الحسين، وكانت بتوسل شديد للإمام الحسين عن قضاء حاجة، وكنت مريض وكان مرضي هو تهدل الصمامات والصمام الأكليلي للقلب، وكان هذا المرض مزمن وكنت أعالج به على طول فترة حياتي منذ ولادتي، وهذا الأمر كان يحدث فيه آلام ومشاق عظيمة من الألم، وكنت أتوسل بالحسين عليه السلام لشفائي. وفي يوم من الأيام كنت نائما في بيتي، وعندما أتيت من زيارة الخميس من الإمام الحسين في تلك الليلة، وكانت ليلة الجمعة المباركة، رأيت رؤيا بمولاي وسيدي أبا عبد الله وهو متكئ على الجهة اليمنى، وكان السهم في صدره والدم يتدفق من قلبه، وكان السهم مكسور، وكان أبي الفضل العباس عليه السلام واقفا عند رأسه، وركعت بوضع السجود أمام سيدي ومولاي أبا عبد الله، وكلمني وقال لي: لا تخف، أنت معنا وأبشر. وبقت هذه الرؤيا إلى أن دخلت الدعوة وتحققت برؤيا ثانية، وهي كنت ذاهبا إلى مولاي وسيدي أبا عبد الله الحسين في عالم الرؤيا للزيارة، وكان الاتجاه معكوس، يعني من الغرب إلى الشرق، وكان الناس جمع غفير يذهبون إلى زيارة مولاي وسيدي أبا عبد الله عليه السلام كجمع الأربعين بل أعظم من ذلك الجمع. وكانت هذه بدايتي أنه وصلنا إلى مسافة نرى فيها قباب أمير المؤمنين، نرى فيها قباب مولاي وسيدي الحسين وأبي الفضل العباس، وكان الناس بمسافة 300 متر أو أقل بهذه المسافة. ورأيت شابا طويلا أسمر الوجه لابس دشداشة سوداء وغترة سوداء، والتفت إلي بعد أن نزع خفيه ووضعها تحت جنبيه وقال لي: من يريد إمامه فليتبعني. وكان إحساسي بأنه الإمام أحمد الحسن سلام الله عليه، وتبعته من ذلك الجمع كله، وكان مسافة التي تبعته بها بمسافة يقارب 100 متر. ثم افترق الطريقان، طريق يلتوي إلى جهة اليسار وكان يذهب، لا أعلم أين يذهب الناس وكل الناس ذهبوا به، وطريق مستقيم ذهب باتجاه قباب مولاي وسيدي أبا عبد الله نفسي له الفداء. وكان هذا الطريق تخطاه الإمام وأنا وقفت في تقاطع الطريقين، فالتفت لي التفاتة ثانية
وقال لي هذا الطريق أقرب وأسرع أو أسهل باللفظين، فتبعته ودخلنا ضريح سيد الشهداء سلام الله عليه، وكان هناك 4 أشخاص لا غير في ذلك الضريح. ثم انكب الإمام على شباك أبي عبد الله وكان يجهش بالنحيب والبكاء، وكنت أنا أطوفا من حول الشباك وألبي حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، وانتهت الرؤيا ولله الحمد. وكانت هذه الرؤيا هي أول معرفتي وأول دخولي إلى الدعوة المباركة، وأسأل الله أن يجعل كل من يطلب الحق أن يكون دخوله كدخولي ورؤيته كهذه الرؤية، وعسى أن تنفع الناس هذه العبرة. أما الرؤية الثانية وهي التي أشدت عزمي، وكانت هذه الرؤية هي من الرؤى التي أحتز بها، وهي كان الناس كلهم يبحثون على أثر لآل محمد، أي أثر تاريخي ينقبون في الأرض. ثم أتى رجل ومعه امرأة ويدفعون في عربة من خشب، وكان في هذه العربة أشياء من الآثار، ومن ضمنها بعض أنواع الشسع من الأحذية، وقال لي هذه من تراث آل محمد، وفيها شيء أو كمية من الترب، ترب الصلاة أي تربة الحسين. ثم قامت المرأة بإعطائي تربة، ونظرت في هذه التربة إنها مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم. وهذا من محمد الحسن العسكري إلى ولده محمد الحسن إلى ابنه أحمد الحسن. وذهب الرجل وبقت المرأة جالسة على مشرعة النهر، وكنت أنا جالس على هذا النهر. ثم أتت امرأة ثانية وأعطتني متربة ثانية، وكان على وجهها شبه النجمة السداسية ومكتوب عليها السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقالت هذه لك، وفقت من الرؤيا، وأعتبر هذه الرؤيا هي عطاء آل محمد وثباتهم عليه. وكان ثباتي في هذه الدعوة كله لا بالرؤى ولا بغيرها، وإنما بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي العهد الذي كان معهود للناس والذي ينجيهم من الهلكات ومن نار جهنم. وإن كان المرء يطلب الحقيقة فهو أول حقيقة أن يكون ثقته عالية ورصينة برسول الله، لأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما يريد طالب الحق من شيء فإنه لا يخرج من عهد رسول الله، فإنه العهد العاصم من الضلال. وما كان لي اطمئنان بهذه الدعوة إلا بوصية رسول الله وعهد رسول الله، فهي التي أذهبت شكي وهي التي أثبتتني مع أحمد الحسن، وأسأل الله أن يكتبنا مع أحمد الحسن وينجينا مع الناجين بولايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم الخير والموفقية ولهذه القناة كل الخير، وأحمد الله وأشكره الذي سددنا ويسددكم لما فيه خير الأمة ونصرة آل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.